سؤال ما هو التكليف على الروح القدس ومتى يصبح الانسان مقدسا على الروح القدس؟ التكليف على الروح القدس هو رافق كل عمل للروح القدس في القلب رفضا كاملا مدى الحياه. في هذه الحاله لم يتوب الشخص، لان التوبه تيجي بعمل الروح القدس في القلب. دي اللي ما فيهاش مغفره لان ما فيهاش توبه. لكن حتى الذين انكروا لاهوت الروح القدس وتابوا قبلت توبتهم. وبعدين بيقولوا هل فعل خطايا او عمل خطيه معينه يعتبر تكليف على الروح القدس؟ لا، يعتبر عدم شركه مع الروح القدس، لكن مش تكليف.